ليش أخذتي فرشاية شعر إليف؟ كيف؟ حاطين كاميرا بغرفة إليف مو؟ جاوبي على سؤالي بسرعة. أنت شو إلك شغل بالفرشاية؟ تعرفي كلمة حبيتية ما بتمشي علي. إيجا، تعرفي إنه فيكي توثقي فيني. لو ما هيك ليلة مبارح مع إنك خايفة ما كنت دقيتي هذا الباب. قولي. بصراحة أنا في عندي أخت بعمرها لإليف، يعني إليف ممكن تكون أختي. لما كنا بالميتم فرقونا وفي حدا أجا وتبناها وعم دور عليها من وقت طويل. وأخذتيها لحتى تعملي تحليل دي إن إيه. ليش توقعت تكون إليف أختك؟ دقيقة، الخاتم يلي سرقتيه وقتها إله أي علاقة بإليف؟ أنت عن جد رجال ذكي كتير. عندي راس خيط، يعني أختي طفولتها. وليك هاي العائلة اللي تبنت أختي وهذا الخاتم اللي أخدته، والخاتم وراس الخيط وصلوني لهي العائلة. مزبوط، بالضبط هيك. لحتى تقدري توصلي لإليف رحتي وتعرفتي على هلال ورافقتيها من شهور. البيت مثل القلعة وما فيك تفوتها. كان بدي افتح القلعة من جوا، وأنا عملت مثلك، تعرفت على هلال وفتحت القلعة من جوا. مع إنه أنت وضعك مختلف بس ما في مشكلة. أنا وأنتي جواسيس رائعين عن جد. يعني كذبك وعنادك وإنك ما بتسمعي الكلمة، وطبعاً إذا ما اعتبرناكي إنك حرامية. هذا مدح اسمه ولا عم تحاول إنه توترني؟ بسألك الحقيقة، أنت فعلاً من الطباخين الشاطرين. شكراً أنور. أنا لو ما صرت حرامية مستحيل كنت أقدر لاقي أختي. تمام؟ عملتي المستحيل ووصلتي لأختك. ما بعرف مو متأكدة إذا إليف أختي، وما بدي أتحمس كتير. أنا لسه ما قلت لها شي، يعني لحتى ما تتعب نفسيتها، لحتى أتأكد في شي واحد لازم ساوي، وأنت بتعرفه. طيب بتحبي ساعدك شي؟ كيف؟ أنت بتحبي إني ساعدك بشي؟ كيف؟ أنت عن جد عم تحكي؟ كيف؟ فيني خليوني طالعوا نتيجة التحليل بشكل أسرع إذا بدك. أنور عن جد أنت بتعملها؟ بعملها مشانك. شكرا.